أغير طبعا عندنا بدنا نتحدث عن الإطار السياسي اللي تحرك فيه فكرة 25 جويلية وفلسفة رئيس الجمهورية في الحكم. كنا نعرف موضوع التنسيقيات وكثير من المفسرين اللي ظهروا بصفة بين ظفرين مفسر لخيارات رئيس الجمهورية وتوجهاته، ثم فجأة ما اختفى الموضوع هذا، ولا نحكيه على الشركات الأهلية وغيرها، إلى أنه المدة الأخيرة لاحظنا أنه هناك نشاط لبعض الناس اللي كانوا معناها في حملة رئيس الجمهورية الانتخابية، واللي كانوا تقريبا يتصدروا المشهد الإعلامي والاتصالي في تفسير فلسفة رئيس الجمهورية في الحكم وفي المسار بصفة عامة، مما أدى إلى توصيفهم بالمفسرين. آخر سيدي أحمد شفتر صديقنا يعني على المستوى الإعلامي، شفتر رجع للظهور أحمد شفتر نهار في الويكاند يذولي في الحمامات شفته هكا يذولي هكا تقريبا مما دفعنا، هل هي محاولة للحملة انتخابية على مجلس الجهات؟ هل هو استعداد للانتخابات الرئاسية؟ هناك حديث خاصة الهيئة تقول أن الانتخابات ستكون في خريف 24، هل هو معناها دفع فكري وعقائدي لهذه التوجهات ومحاولة خلق كيان للتعبير عن مسار ككل، أم ماذا في ظل الوقت اللي تحدث رئيس الجمهورية ولمح وضوحا أنه لا أحد يتكلم باسم رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية؟ هذا ما يمشي يقولهن سيد أحمد شفتر، مشكورة اللي لبى دعوتنا. سيد أحمد توحشناك خويا العزيز، وكنا البعض يتحدث كأنه أحمد شفتر خير الابتعاد على النشاط السياسي، لكن هاو نلقاو أحمد شفتر يعود من جديد. صباح الخير سي حاتم. مرحبا بك سيد أحمد، أجمل التحايا لمتابعين إذاعتكم. شكرا لك سيدي. في تحديد المفهوم التنسيقيات، فإنه لا وجود لأي أشكال تنظيمية تربط بين من يساند مسار ثورة أبناء شعبنا. الحديث على تنسيقيات أو ناطق رسمي هو خارج الموضوع تماما. نحن مجموعة من المتطوعين نتنادى كلما تطلب الأمر ذلك، يعني وفق السياسات العامة أو وفق المراحل التي نعيش. ما شو الأمر اللي دعاكم للعودة إلى التنظم والاجتماع والتنسيق؟ هو العودة صعب شوية، يعني مثلا نأكد لك كون منذ 2019 لم على الحملات التي يقوم بها وأنا متطوع، لكن وفق الأحداث أنا مثلا زرت كل الولايات، ولاية الجمهورية التونسية، من أجل حث الناس وتفسير للناس حول فيما يخص الشركات الأهلية، كيف تتشكل الشركات الأهلية وفق الخصوصيات وكل القوانين اللي ممكن تحكم. ونجحت في المساهة، ما في تشكيل مجموعة أو تكوين مجموعة من الشركات الأهلية، يعني أنه عملنا دؤوب، لكن شكل تنظمنا هو وما ندعو إليه هو التشكل الذاتي العفوي داخل المحليات. نحن ليست لنا قيادة ولا نأتمر بأوامر أحد، بقدر ما أننا نتداول حول مجموعة من المواضيع، ويبقى لكل فينا حرية التفكير وحرية التعبير كما أراد، على أساس أن تكون ضمن المسار العام لثورة أبناء الشعب. المرجعية متاعكم شنية معناها لهنا؟ علاش نرتكزوا في هذا التفسير وإلا في هذا التنظم التلقائي والتطوعي؟ بالضبط، نحن حينما نعرف أنفسنا نقول نحن مجموعات تفكير وعمل نضع طاقتنا على ذمة أبناء شعبنا. نحن مجموعات تفكير وعمل نحابي أبناء الشعب، نشتركهم في كل مشاغلهم، نتداول معهم حول التي تخصهم، لأننا ليس لنا أي عمل سري، لا نشتغل في السرية في أي موضوع ما، وليس لنا ما نخفيه. نحن نتنظم داخل هياكل الدولة، واللي بحول الله مع انتهاء بناء الغرفة الثانية للبرلمان، أي غرفة الجهات والأقاليم وكل مواطن في داخل كل عمادة، الهيكل الذي يتنظم فيه علنا، يعني وفق مؤسسات منظومة الحكم الجديدة. لسنا حزبا كلاسيكيا ولسنا جمعية ولا نتنظم كتنسيقيات. ومن يحدثكم باسم التنسيقيات فإنه أنقولها وبكل وبصريح العبارة هو خارج عن الموضوع.
يكون باسم الحزب يتحدث باسم التنسيقيات خارج عن الموضوع ايضا. ما فهمش شكون يتحدث باسم التنسيقيات. لا لا ما فهمش ما فهمش. سيدي احمد شفت النسخه الفرصه باش تفسر لي انت تفسر لنا لي نحن حاجه. حسب احمد شفت انتهت البلديات والحكم المحلي باش يتنظم من خلال الانتخابات المحليه القادمه لتاسيس الغرفه الثانيه. بالضبط. هو على العموم ليست البلديات، هو ما سيقع انتخابه في اثناء ديسمبر ان شاء الله، هو انتخاب مجلس الجهات والاقاليم، لكن سينطلق من اضيق الدوائر اي العماده. كانت تذكروا منذ زمان حينما كنا نتحدث عن انتخابات في داخل العمادات، ومنها سيقع تصعيد او انتخاب من يمثل الانتخاب داخل كل العمادات في داخل المعتمدية يعطي المجلس المحلي، بحيث اننا سنجد مجلسا محليا للتنميه متشكلا من مجموعه من كل عماده فرد. هل المجلس المحلي هذا سيقع سيقع تصعيد احد الاعضاء الى المجلس الجهوي اي على مستوى الولايه، لكن هذا سيتم بالقرعه وبالتداول كل ثلاثه شهور معناها باش يمشي بشر يمثل المعتمديه في داخل مجلس الجهات اي في داخل الولايه. ومن داخل الولايه ومن داخل المجلس الجهوي سيقع انتخاب يقع تصعيدهم الى المجلس الوطني التشريعي، لكن فرد وقت بعد ان يتم تشكيل الاقاليم اللي من الممكن ستكون ما بين 5 و6 اقاليم، فان كل اقليم ايضا سيقع انتخاب من يمثل ذاك الاقليم في مجلس الجهات والاقاليم، بحيث اننا سنجد مجلس جهات واقاليم يتكون من 72 شخص يمثلون الولايات معهم من يمثل الاقاليم من 5 إلى 6، اذا باش نلقوا مجلس وطني للجهات في 77 شخص. هذا سيترشح احمد شفتر والا لا؟ كيفاش؟ هل سيترشح احمد شفتر لهذه الانتخابات؟ احمد شفتر بطبيعه مهنتي وبطبيعه الشغل الذي اشتغل، انا اعشق كل شبر من تراب هذا الوطن، واجد نفسي مثلا اليوم هاني موجود في جرجيس بعد غدا نتوجد في اجتماع لمجموعه من العناصر لمجموعه من الشباب المتطوع في جندوبه. يوم الاربعاء القادم ساجد نفسي في تاله في القصرين دائما من اجل حث الناس على تكوين هذه الشركات الاهليه. دونك المره هذه مجلس الجهات والاقاليم اللي باش يترح لابد ان يكون مقيما هناك، لانه بطبيعته سيتابع الشان العام في داخل عمادته، وانا لا يمكن ان التزم بمثل هذا الشيء، اذا فانني ساترك مكاني لغيري بطريقه معينه، لن اشارك في العمليه الانتخابيه القادمه. اخر سؤال سيد احمد، في انتظار انك تنورنا في تونس وتجيب احدانا ونزيدوا اكثر تفاصيل مع حضرتك، كيف انت تدور ونعرف انك جيدا انك تحكي مع العباد وتقعد معاهم وتسمعهم وتحاول انك تفسر لهم زاد ايضا، هل حكوا لك العباد على معاناتهم اليوميه في ظل غياب الخبز وفي ظل انقطاع الماء وزيت الحاكم والحاكم والحرقه وكل شيء ومعاناه التوانسه، هل حاطينهم في الاوردر دي جور نتاعكم انتم زاد؟ طبعا طبعا، لاننا نحن منهم نعاني نفس المعاناه، تعترضنا نفس المشاكل. نحن في المطاف في نهايه المطاف ما قلناش حولنا تونس الجنه، نحن قلنا رانا في مرحله تحرر وطني. نحن الان نقاوم كل اشكال التهميش والتفقير والاحتكار والمحسوبيه ومعاناه ونشارك معاناه الناس في ضعف المقدره الشرائيه الحقيقيين. حينما نتحدث على اننا رانا نعيش حرب تحرير هذه حقيقة، ونحن نقاوم من أجل خلق الظروف الموضوعية اللي من شأنها أن تأثر على حياة الناس اليومية، لأن متأكدين المواطن اللي ما يحسش الديمقراطية في صحن المقرونة، ما يحسش الديمقراطية في صحة صغاره في 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 نقلهم، هذا ما يطلبه المواطن والمواطن أيضا متفاهم، اللي هناك إرادة حقيقية للتغيير حقيقي لمواصلة مسار ثورة أبناء الشعب حتى تحقيق كامل أهدافه. من هنا إلى هناك لابد أن نشترك جميعا في بناء منوالنا التنموي اللي فعلا قادر يخلق الوفرة الاقتصادية. من هنا إلى هناك لابد أن نشترك في مثل هكذا معارك، لابد أن تكون الإدارة في لا
نعم انقطاع في المكالمة الهاتفية من ريزو مش منها احنا واضح العمل انقطاع بوجي، لكن شكرا لسيد احمد الفكرة وصلت وان شاء الله باش يكون بحذنا في القريب العاجل.